السلام عليكم. اذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين اتصال الداله الاعداديه. اذا التمرين هو تمرين تطبيقي في مبرهنه القيم الوسيطيه. اذا التمرين يقول نعتبر الداله الاعداديه اف المعرفه بما يلي. عندنا واحد الداله اف. السؤال الاول ادرس اتصال الداله اف على المجال 0 1. السؤال الثاني بين ان المعادله اف الاكس تساوي 0 تقبل على الاقل حلا في المجال 0 1. إذا نبدأ بالسؤال الأول اللي هو دراسة اتصال دالة على مجال. إذا نحن لدراسة اتصال على دالة على مجال فحنا عندنا مجموعة من الخاصيات اللي يمكننا نطبقه. إذا هاد الدالة هذه فهي يمكن لي نكتب على هاد الشكل هذا. إذا عندنا إكس أو 3 ناقص إكس زائد 1، وهذه دالة حدودية، وعندنا ناقص 2 جذر إكس. إذا باش نبين بأن f متصلة على 0 1، كيف نبين بأن هذه الدالة هذه متصلة على 0 1 وكذلك هذه متصلة على 0 1، يعني مجموع دالتين متصلتين على 0 1 فهو دالة متصلة على 0 1. إذا لدينا هذه الدالة هذه اللي هي x أس 3 ناقص x زائد 1 متصلة على r. لماذا؟ لأنها دالة حدودية وجميع الدول الحدودية فهي تكون متصلة على R. إذن وبالخصوص على 0 1، إذن لك متصلة على R فرها متصلة على واحد المجال ضمن R اللي هو 0 1. لدينا كذلك الدالة جذر X، هذه دالة متصلة على 0 بلس لانفيني، إذن متصلة على 0 بلس انفيني. إذن الدالة ناقص 2 اللي هي كوحدات حقيقي، إذن ناقص 2 إكس ولا كجذر إكس بشكل عام ولا ناقص 2 جذر إكس متصلة على 0 زائد لا نهاية. وبالخصوص على المجال 0 1، إذا اللي كانت متصلة على 0 0 فهي متصلة على 0 1. إذا لقينا بأن الدالة ناقص 2 جذر إكس متصلة على 0 1، وكذلك إكس أس 3 ناقص إكس زائد 1 متصلة على 0 1. إذا شنو النتيجة؟ النتيجة هي أن إذا إف متصلة على المجال 0 1. الآن دابا السؤال الموالي، بين أن المعادلة تقبل على الأقل حلا في المجال 0 1. إذا هذا النوع من الأسئلة فدائما كنستعملو مبرهنة القيم الوسطية باش يمكننا نجاوبو عليه. إذا بالنسبة لمبرهنة القيم الوسطية فإلا كان عندنا السؤال بين أن المعادلة إف الإكس تساوي 0 تقبل على الأقل حلا، هنا كيكون خص يتحقق لي جوج ديال الشروط. الشرط الأول أن تكون إف متصلة على المجال أب، يعني المجال اللي كنلقاو فيه الحل. والشرط الثاني يكون الجودة اف لي ا اف لي بي اصغر من 0. هنا كتكون عندنا حالتان، اما غنلقاوها اصغر قطعا من اصغر او تساوي 0، وفي هذه الحاله كنقول بان المعادله تقبل على الاقل حل في المجال أب المجال مغلق، او كيكون عندنا اصغر قطعا من 0، وفي هذه الحاله كنقول المعادله تقبل على الاقل حلا في المجال المفتوح أب. واحيانا وما كنقولش في المجال المفتوح راه كيمكن لي نقول في المجال المغلق، لان الا كان الحل كينتمي للمجال المفتوح ا بي فراه هو كينتمي للمجال المغلق ا بي، والعكس غير صحيح، لان الا كان الحل كينتمي لهذا المجال يمكن ليش نقول انه كينتمي لهذا المجال، لان ممكن يكون الحل هو ا او بي وهنا المجال مفتوح. اذا ندوزو للسؤال. إذا اللي نبين أن إف تقبل على الأقل حلا في المجال أب، إذا أول شرط هو شرط الاتصال. إذا لدينا حسب السؤال الأول لدينا إف متصلة على المجال 0 1، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خصني نحسب الجودة إف 0 إف 1، إذا كنحسبو إف ديال 0 كنعوض إكس بصفر إذا هي 0،
ناقص جوج صفر ناقص صفر زائد واحد، إذن تساوي واحد. كنحسبو كذلك اف ديال واحد، إذن كنعوضو اكس بواحد، إذن عطينا واحد أس تلاتة اللي هي واحد ناقص جوج جذر واحد ناقص واحد زائد واحد، إذا ناقص واحد زائد واحد صفر، كيبقى لنا واحد ناقص جوج اللي هي ناقص واحد. إذا لقينا ناقص واحد عدد سالب، يعني لقينا اف ديال واحد سالب و اف ديال صفر لقينا كتساوي لنا واحد، فهو قيمة موجبة. إذا الجداء ديالهم، إذا اف دو واحد اف ديال صفر أصغر قطعا من صفر، وبالتالي حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة اف لي اكس تساوي صفر تقبل على الأقل حلا في المجال المفتوح صفر واحد.